أجمعوا على ضرورة الإصلاح السياسي في هذه المرحلة، واتفق كل المجتمعون على أن البلد يمر اليوم بأزمة وأزمة خطيرة. أكدوا أيضا على وحدة التحالف الوطني وتماسك التحالف الوطني، وسيكون اجتماع غدا إن شاء الله اجتماعا حاسما لكي تكون توجه رسالة لسماحة السيد مقتدى الصدر، ومن خلال سماحة السيد مقتدى الصدر إلى القادة الثلاثة الآخرين أو الأربعة الآخرين اجتماع أربيل للإجابة على كل هذه النقاط. لكن نجد اليوم هنالك إيجابية ومرونة داخل التحالف الوطني من أجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.